بسم الله الرحمن الرحيم. في امتحان الريفت الانشائي ممكن يقول لي مثلا تعالى عند جريد دي وستة، تعالى هنا هات لي دي قد ايه، تمام، اس لي القوس ده قد ايه. فانت ممكن تيجي هنا في الدايمنشن وتقول له ريدال وتبدأ تقيس، تمام. خلي بالك لازم تاخد نفس الحاجة، ممكن تيجي تقيس واحد تاني تلاقي المقاس مختلف، تمام. يعني ممكن تيجي هنا تلاقي ده مختلف او تيجي هنا تلاقي مختلف، زي ما هو قالك بالظبط امشي، تمام. ممكن برضو يسألني يقول لي ايه تاني، ممكن يقول لي انت عندك هنا لينك، تمام. اسحب الجريد دوت واعمل بريفكس وقات لي اسم الجريد ده هيبقى ايه، تمام. ده معمول مسحوب لينك. طيب انا عشان ابدأ اخد الحاجة عندي لازم اقول له كوبي مونيتور واقول له سيلكت لينك واحدد، المفروض اقول له كوبي وابدا انسخ. بس الاول هو قال لي ضيف كلمه في الاول، فهقول له اوبشن، هاجي عند الجريد، هاجي هنا اد بريفكس تو جريد نيم، اقول له مثلا نفس الكلمه اللي هو قالها لي وليكن مثلا كيو دبليو اي ار، تمام، واقول له اوكي، واقول له بعد كده كوبي، اختار مالتيبل لو انا عايز اختار اكتر من حاجه، وبعد كده اقول له فينش مرتين، فينش، تمام. وبعد كده لازم اجي هنا اقول له فينش تاني، تمام. اجي ابص هنا على الجريد اسمه كيو دبليو اي ار 8، تمام. فاكتب الرقم دوت في الامتحان عشان اخد الدرجه.